مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. بقصتنا الرياضية لليوم رح نحكي فيها عن مباراة الأمس بدوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني. مباراة اللي انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 3-2، تأهل أتلتيكو إلى الدور الربع نهائي بعد فوزه إيابا وذهابا على حامل اللقب ليفربول. بخروج الأمس ما قدر ليفربول كسر القاعدة التاريخية التي تنص على خروج حامل اللقب من البطولة في العام المقبل من الأدوار الأولى، وهي القاعدة اللي ما قدر يكسرها أو ما قدر كسرها إلا النادي الملكي ريال مدريد لما حقق البطولة لثلاث مواسم متتالية. أما فيما يتعلق مباراة الأمس فكان حارس أتلتيكو مدريد أوبلاك نجم المباراة بامتياز، استطاع منع أكثر من هدف محقق للفريق الإنجليزي، كما أنه المدرب الأرجنتيني سيموني كان أحد نجوم أيضا المباراة وهذا اللقاء، وهو الوحيد اللي استطاع تحقيق فوزين على فريق كلوب خلال الموسمين الآخرين. العديد من ردود الفعل طبعا وردت حول هالموضوع، وأي شيء بيصير في الرياضة طبيعي أنه يكون فيه ردود فعل على منصات التواصل، وكانت التغريدات كالتالي أو التعليقات: دي جامان يلي قال أوبلاك مظلوم إعلاميا، هذا الحارس شخصيا أنا بصنفه من أفضل ثلاث حراس في العالم. ما خلينا نشوف أيضا تعليق آخر كان من ويام شلان يلي شاف الموضوع من منظور آخر وقال والله سيموني وأبلاك بيستحقوا تتويج بدوري الأبطال، سيموني جعل من الأتلتيكو اسم مرعب. أما رأي آخر فكان أيضا من الياس علي يلي قال أهداف أتلتيكو أتت من أخطاء حارس كارثي، هدفين من خارج منطقة جزاء، حارس بتحسه خايف وما عنده ثقة بحاله أبدا.